مسابقات، فهمت؟ مسابقة فوق السطح. هاي المسابقة حد ما يطرح لي سؤال ويعطينا جواب، اللي يعطينا جواب لا يربح معانا جائزة. وذيك الجائزة لنا طوال مباشرة، لا نمكنه منها مباشرة لا يستلم. تفضل ويكون مستعد يشارك معنا في المباراة. تفضل نطرح عليك سؤال. السؤال هو متى استقلت موريتانيا؟ 1960. متى استقلت موريتانيا؟ 1960. مبروك عليك، ربحت معنا جائزة من نوع سيارة من نوع كت كت. عندنا سؤال، تفضل لا تنعطى لك السيارة، بسم الله أنت، أعطيه الجائزة أنت. أنت فرحان. أنت فرحان. ها؟ أنت فرحان. زين عندك الجائزة. الحمد لله الجائزة. شنو؟ تفضل. كيس حن حن شوي، حني، أنت وايدة؟ وايدة؟ دي الجائزة زينة عنده. أي والله إلا زين عنده. ربحها زين عنده. إنك ربح جائزة. ساوية عندك السؤال اللي نطرح عليك. طيب. ايوه خويا، شوف احنا مبروك عليك الجائزه ومباركين لك ومتمنين لك التوفيق، فهمت؟ وزين عندنا ذا يقر كنا نختيرك شوي للجائزه، تعود ما سحبته بطريقه عند طريق السحب ثانيه وتعدل لماذا هي. لا شوي عنك اذا انت مكان تطفي لي شيخ بحر تكايس، انت مكان تطفي لي شيخ هذا احنا مو بين معاه تكايس كرد هون انت. بسم الله احنا دي الجائزه، واحد اللي يستلم جائزه انت الى جمادرك ويد الجمادر انت ليش ماخذ برا بالطريقه دي هي. رد رد عنك، رد عنك، رد عنك، رد عنك. انت ما محاسب شيء، انت ما عندي مشكله ان شاء الله. عندك بعد مشكله سيد غراحتك اصلا جاي على جبني اصلا. ما محترم. جاوب السؤال. ايه جاوب السؤال، جاوب السؤال. ها وايد وايد اقول لك قد تجاوب السؤال. ترى يسوي لك وايد انت تسوي تجاوب. سوينا سؤال، سوينا سؤال، جاوبت السؤال لو انا ما ادري بجاوبك ماذا. لا احنا دورك لا انت تجاوب، تبرك وما تجاوب. لا برنامج قلت له برنامج محترم فوق السطح وتحت السطح، يعني ادري محترم. انت اعطيتك جائزه، انت اعطيتك جائزه ولا ما اعطيتها لك؟ يقول طريقه السحب اللي فات ماذا هي؟ اخي اعصابك انت اكبر جائزه بالشهور الاولى. تعال تعال شوف انت تقبل جائزه بسهوله وبتاني اصبع شو غريب. اقلع عنا بصراتك، اقلع بصراتك، اقلع البصرات. كان يعطوك جائزتك هي طريقه ما لا يقبل احد دار بصراته. انت وايد الجائزه ما يقبل دورها بعد، انت دورها بعد ما يقبل احد دار بصراته. اقلع البصرات يعطوك جائزه، هي اقلع عنك بصرات يعطيك جائزه. وهاي لا قلت لك وهاي لا اقلع البصرات. حنيني انت جابر كات كات يا جماعه، حنيني جابر كات كات هي الجائزه. حنيني نحن الجائزه عندنا، نحن عندنا نظام، احنا شوي تركه عندنا نظام ماشيين عليه. النقطه الاولى حد لا يقبل جائزه ما يعطي يقبلها دير بصرات وتوف. لا بسيط اقلع بصراته. انا عندكم انتم جائزه تخلوني معكم قاعد. احنا شوف احنا مشكلتنا وهاي لا نقول احنا الفصال معانا واعر. احنا ضرك مشكلتنا احنا ان جائزنا جائزتك فراغ تقضاها. يا قال اقلع بصرات وعد ان الاسلوب زرق عنك الحولي اقلع البصرات وبا جائزتك اقلع الحولي البصرات. السلام عليكم. السلام عليكم. يرحمك الله خيني على السلام. يرحمك الله انت وعائلة. انا باقي عندي تشافه ما ادري عن الجائزه. تبرز لي بيوم مره سنه ان شاء الله. انا مشرجك مشرجك انت انا ما ادري جاي دخل بعد من فقع ليش راح اقرا تدفع لك؟ انا عجب قعدتك خويا خويا معك كاميرا وطنيه. هاي برنامج قالوا برنامج كاميرا وطنيه. عندك شرقه كاميرا وطنيه ما عندك وش رد فعلك؟ اللي تقول خويا حن شوي نعبر عليك، نعبر عليك صون صون كل اللي أقوى لله يعود لله يعود استراتيجي شوي. اللي تقول نحن معدلين مسابقة، قال المسابقة السطحية. هاي المسابقة معدلة وفيها جوائز قيمة. اللي أنت وحظك تقدر تجبر كت كت، تقدر تجبر بيس، تقول تجبر. المهم لان المسابقه يقير يقير اللي انت وحظك. اي قال المسابقه سطحيه وجميع الاسئله اللي تنطرح فيها ما هي تحت ما هي تحت ما هي تحت القاعده، هي ما هي تحت القاعده. من ذاك المنطلق لك هوها عندنا سؤال، انت جاهز؟ جاهز بكل تركيزك والله. زين هي فيها جميع الاسئله.
سؤالنا الاول اللي نطرحه عليك، نبغيك تتحلى بروح رياضيه، نبغيك تنشد لنا بيت حرب. تنشد لنا بيت حرب وتوف. بيت حرب وتوف. ان الرسول سيد والله هذا يا قيد. تنشدون بطريقه تقليديه بحت، مع حماس، مع حيويه، مع كل شيء. الرسول ان الرسول لسيف، ان الرسول لسيف، ان الرسول لسيف استضافوا به. انشدوا كي الطريقه اللي يعدل بها للفنانين، ينشدوا بها. يا اخي عندك كتكت، عندك بيس، عندك جوائز قيمه جدا، وهذا النوع حقيقه واحد من ني استطرت بامتياح النبي. ولا قلت لك بل بيت اخر ما هو تحت قاعده. ان لي مولا كريما لا يمدح لعلو مصطفى صلى الله عليه وسلم. قلت حامل النصيب الحمار يحمي وجهه. الله كان ينعرف صغير يحمي. والله قلت لك عندنا ما الجائزه نبقوا نعطوها لك يا قاري. للاسف الشديد ما قنعتنا، وبالتالي ما نقدر نعطيك الجائزه. وشكرا للاداء الجيد، ونبقيك تتابعنا هذا البرنامج. ان قالوا برنامج كاميرا الوطنيه. وشكرا جزيلا. شكرا، شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. شوف مشاهد، احنا عندنا برنامج، هذا البرنامج ينقال له، هذا البرنامج عندنا اسئله اللي نطرحهم عليك، الاسئله اللي نطرحوا عليك لا يتجاوبنا، من ان تجاوبنا جواب صالح ما عندك اي مشكله، لا نكحز عليك ونعطوك جائزه. وذيك الجائزه احنا عندنا اسئله واحدين اللي نطرحهم عليك، نطرح عليك اربع اسئله ولا خمس، ولا تجاوبنا وتو. المجال شنو هو؟ الثقافه العامه، والله مجال السياسه، والله مجال شو تبقى انت تسال. احنا نسولك احنا عنه، احنا والحريه نفس سؤالنا. السؤال اللي نطرحه لك الاول، ها انت عاد السياسه في موريتانيا، انت نشدت السياسه في موريتانيا، انت نشدت السياسه تعني سياسه عام، مثلا سياسه اول مره تنشا في موريتانيا السياسه. عن شوي اقلع عن البصرات شوي، خليك اقلع البصرات. لا البصرات في احنا ما يصفنا. بسم الله، شفت السياسة في موريتان بدأت تقريبا. اسمح لي شوي، قاد كل تركيك، قاد كل تركيك اللي لا حاني ما يعنيك انت، خلي عنك. هو قاد وين راسه، انت هو الشيخ في راسه، قاد كل تركيك. قلت لك وقف فوق فهمت قاده، وقف فوق فهمت قاده، ديروا جاك له بدي اصد لها شوي. ايه قلت لك السياسة في موريتان بدأت تقريبا من الاستقلال. سمعت بلي كان هم يا اخو حاني شوي، مو قطع حد قطعني، اطرحنا الرفت شنو. شوف السياسه في موريتان بدات تقريبا مع الاستقلال، مع استقلال موريتان عن المستعمر بدات السياسه. بلاش بلي كان فمات يا حزب، قالوا حزب الشعب، فاهم؟ ذاك الحزب كان حزب موالي. اسمح لي شوي، اذا ما اقنعني اذا قلت لي ما فهمت توف. استقلال موريتاني انت ما حد، استقلال موريتاني ما سبق استقلال السنغال. موريتانيا ما سبق السنغال ولا استقلال؟ قلت لي موريتان، انت قلت لي موريتان. نو غير استقلال موريتانيا، افريقيا قاع كامله، افريقيا فر، افريقيا استقلالها انت قاع استقلت انت. اول دوله استقلت افريقيا شنو؟ لا معنى؟ شنو؟ انا احنا دور سياسه افريقيا. انت ما قلت لي نو دور سياسه افريقيا. اها انت قلت لي سياسه موريتان، سمعت؟ قلت لي سياسه في موريتان. طيب واصل قاع انت. ايوه تو قلت لك على السياسه في موريتان. شوف شوف قاد فزتها كذا. إلى عندك فزتها كذا. أنا فزتك عندها. إيه حوزك. إلى عندك وفات المقابلة، وفات. وفات المقابلة. أنا وين أتحكم فيها؟ أنا وين أتحكم؟ نو أنا وين أتحكم فيها؟ هو أنا هو المتحكم فيها. أنا هو المتحكم فيها. بطل. حنقول لك أنا كنت عندك
انا حددت لك اسئله وقلت لك لا تتكلم لبيت لا تتكلم لمسائل. قالوا هاي لا وهاي لا قالوا هاي لا نقول لك قالوا هاي لا تو هاي لا نقول لك حوسه الكاس اركب تعال لا لا ما انا قايل لي شيء ما انا قايل لي سب الكاس بعد تعال كفار حوسه وين اقول لك اسمح لي اسمح لي نقول لك نجحت معانا نجحتي واش من هو المنجح على الكاميرا وطنيه على الكاميرا وطنيه على الكاميرا وطنيه راه منجح واش من المنجح سياستك ما سؤالك ما هو وارد كاميرا وطنيه مع الكاميرا وطنيه تنفع انا جاوبت على الاسئله اللي تجيب لي شنو هو كوبيك وايد وايد اخويا ايوا